وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أصدرتم بيانا أدنتم فيه ما يحدث في الطارمية. بداية، كيف تنظرون لهذه الأحداث والثمن الذي يدفعه العراقيون فيها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي ليست الجريمة الأولى، هي جرائم متكررة و استمر منذ سنوات عدة، والمنطقة واحدة وليست يعني فقط هذه، وإنما مرتبطة بمناطق أخرى أيضا في حزام بغداد. يعني تحديدا هذه المناطق هي المستهدف فيها المكون السني في هذه المناطق، والغاية طبعا بالتأكيد معروفة، وهو تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق تنفيذا للمشروع الإيراني في المنطقة، ولا سيما في بغداد وحزام بغداد، لتفريغه من أهله ولاستبدال أهالي هذه المناطق بآخرين. اتهمتم الأحزاب والميليشيات بالوقوف وراء هذه الأحداث التي وصفتموها بالمفتعلة. يا ترى ما هو هدف هذه الأحزاب والميليشيات من إحداث هذا الدمار؟ طبعاً هذه الميليشيات هي ليست جديدة، وإنما هي التي تقوم بمثل هذه الانتهاكات والتهجير منذ سنوات. هي المسيطرة على هذه المناطق، وهي المسؤولة عن جميع الجرائم والانتهاكات، ولا سيما جريمة التطهير العرقي وتهجير هؤلاء السكان تهجيراً قسرياً من مناطقهم. هي نفس الميليشيات التي قامت بتهجير أهالي جرف الصقر، ولا تزال تسيطر على تلك المناطق، وهي التي نفسها تمارس تهجيرا ايضا في غرب بغداد، مناطق يعني ابو غريب وجنوب غرب بغداد وغيرها، وهي ايضا التي تمارس هذا التهجير في شمال بغداد تمهيدا لطريق هم يريدون ان يمهدوا الطريق من بغداد الى صلاح الدين، الى سامراء تحديدا. هذه الميليشيات هي تقوم بهذا العمل لتنفيذ لمشروع إيراني بالدرجة الأولى، وهو تفريغ هذه المناطق من الطائفة أو من المكون من المكون السني من هذه المناطق، وصولا إلى تغيير تركيبته السكانية بالجملة في هذه المناطق، ولا سيما كما قلت حزام بغداد. في ذات البيان وجهتم اللوم إلى الصامتين من السياسيين وحملتموهم مسؤولية ما يجري في الطارمية. يا ترى ما الذي ينتظر من هؤلاء في ظل القمع الذي تمارسه الميليشيات؟ على الأقل تنفيذ ما وعدوا به أهاليهم. يعني حينما تصدر هؤلاء المشهد السياسي ووعدوا الناس أنهم إنما شاركوا في هذه العملية وفي هذه الانتخابات وغيرها لتمثيل أهلهم في هذه الحكومة، فماذا يرتج الناس إذن منهم؟ على الأقل أضعف الإيمان كما يقال أن يرفعوا أصواتهم وأن يقوموا ب ما يجب على القيام به، يعني ليس فقط التصريح الإعلامي، وإنما يجب أن يقومون بالواجب الملقى عليهم، وهو تمثيل أهلهم في هذه الحكومات والضغط بما يستطيعون للتغيير أو للتخفيف من مثل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. يعني أقل واجب هو الدفاع عن المظلومين، لكن للأسف رأينا أن هؤلاء المشاركين من هذه المناطق وغيرها يدعونه تخفيف الضرر، يدعون جلب المصالح ودفع المفاسد، لكن الذي يقومون به هو الحفاظ على مناصبهم والانشغال بالصفقات التي يجنونها من وراء هذه المناصب في ظل هذه الحكومات، فهي فقط قضية تبادل منافع وعقد صفقات فيما بينهم البين. وصفتم الأحداث وما سبقها من تصريحات بأنها ذات نفس طائفي. إلى أين يذهب هذا النفس والتوجه بالعراق، ومن يريد أن يدفع بالعراق إلى هذا الاتجاه؟ وليس فقط نفس، وإنما هي تصريحات. يعني المنهج منهج طائفي بامتياز، وهذا يعني ليس اتهاما أو تجنيا على هذه الجهات، وإنما هم هذه الميليشيات هي تتبجح وتجاهر بهذا المنهج الطائفي وتصرح به علنا، وهو هذا الذي مطلوب، لأن هذا المطلوب إيرانيا، لأنه طبعا إيرانيا وأمريكيا كذلك، لأنه كلا المشروعين يتخادم في هذه القضية، وهي قضية إشعال المنطقة ولا سيما العراق، إشعاله بالفتنة وانشغال الناس بمثل هذه الفتن الطائفية وإشغالهم عن عدوهم الحقيقي وعن المشاكل التي تسبب بها هؤلاء للعراقيين جميعا. فالفتنة هي وسيلة
هؤلاء لإشغال الناس عن المشروع الأمريكي الإيراني وإشغال الناس عن مواجهة هذا المشروع وإبطاله. نعم، كان معنا من اسطنبول مسؤول قسم الإعلامي في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.